زمن فقر الله يعلمه، الله يعلمه. الآن شوف النعم، شاب من الشباب يمشي في شارع من شوارع دبي يمكن 30 وجه شكل من أنواع المأكولات، كوتو، الطازج، هيرفي، كنتاكي، باور هورس، صح ولا صح؟ فأقول هذه النعم ينبغي أنها تشكر. طيب كيف نشكرها؟ نشكرها بالعقل اللي أعطانا الله إياه. الله أعطانا عقل، قال يا عبدي أنا أعطيتك العقل، وقلت لك في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه إيش؟ النجدين. وش النجدين؟ طريق الخير وطريق إيش؟ وطريق الشر. حكم عقلك يا أخي، لا تستخدم عقلك إلا فيما في يعود فيه بالنفع على أمر دينك ودنيا. تو أنا جاي عندكم عند الإشارة حق دبي هنا، أنا جاي من الفندق، فندق الجوهرة، وقفنا بعد المغرب إلى شاب تو يولع السجارة، وأنا مع أخوي اللي جابني نسيت اسمه جزاه الله خير، فقلت له افتح القزازة. قالت وش تبي شيخ؟ قلت افتح القزازة نسلم عليه، وما شاء الله عليه مؤدب ذا ولد الإمارات كما قلت لكم. قلت له السلام عليكم. قال تبي شيء؟ قلت التدخين يضر بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه، مع تحيات وزارة الصحة. قال أشكرك مطوع، أشكر أخلاقك. قلت ترى هذا يعني لا يعود عليك بالنفع، فوالله وبالله صحتك. ومؤدب، أعجبني الشاب والله، رد علي بأدب جزاه الله خير. عندنا واحد في الطائف الله يهديه، عند كبري خالد بن وليد في مدينة الطائف، مشغل الأغاني ورافع الصوت ويرقص ويرقص، فأنا أبى كلمة بس بعيد، فقلت لأخ أحمد اللي معي اضرب بوري عشان يلتفت، فضرب بوري دي 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 الشاب ذا التفت. يوم التفت قلت له كذا، إيش معناها؟ يعني وط بأدب قلت له كذا، فالله يهدي يصلح أقول أمين. تدري وش رد؟ قال لي يعني مطوع تف عليك، لكن أخوكم سليمان عنده حكمة. يوم قال لي كذا تف عليه، إيش رديت عليه؟ قلت له والله يا شيخ أحمد، والله الله حرمك النار ووالديك، قل أمين. والله يا شيخ أحمد يوم قلت له كذا الولد أبيضاني مرة، صار وجهه أحمر من الحياة، صار يقول لي كذا، صرت أقول له فما أجمل يا كرام يا أبناء الكرام، ما أجمل أن ننظف عقولنا. والله يا أخوان إن أنا أضرب لكم مثال بالشاشة الآن اللي في بيوتنا، كلنا عندنا تلفزيونات، صح لو مصح؟ لا يخلو بيت مسلم الآن من تلفزيون إلا إن شاء الله. هذه الشاشة الآن أما كما قال الله يجزاه خير الشيخ محمد بن راشد، على ما تصب بعقلك، إذا صبيت عقلك بالشاشة أخذت الريموت كنترول وبديت تشغل بهالشاشة، ضغطت وطلع على قولهم الشيخ عمر عبد الكافي في قناتكم حق السماء دبي، زين، ضغطت القناة الثانية طلع الشيخ فلان، ضغطت طلع قناة مصر، خمس قنوات كلها ما بين علم في الحساب، علم في الرياضيات، علم في الفيزياء، المهم ضغطت طلع لك المفكر الإسلامي حق مصر ذا زغلول النجار. هذه فائدة من فائدة أكثر الشباب يضغط هالقنوات وضغط وضغط، أوه 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 ما يبي، ومن ضغط القناة طلعت له واحد يقول له حبيبي قرب قرب، يستانس ينبسط، وإن كان بعد فيلم هندي نهي نهي خلاص صديق معلوم أنت كلام كثير حلو. الآن صبيت بعقلك مثل ما قال الشيخ الله يجزاه خير، صبيت بعقلك شيء ما يفيدك في أمر دينك ولا في أخلاقك، صب في عقلك ما ينفعك يا أخي. لأن ترى العمر شوية أخوان، كم بنعيش؟ خذ ما بتعيش. يلا كم بتعيش؟ كم أعماركم في الإمارات يا شيخ؟ أعماركم هنا في الإمارات كم؟ عند الميكروفون تكفى. إي عمركم في الإمارات على كم؟ 60 بس؟ والله عندنا في السعودية 80 و90. صحيح والله، الرسول قال مثل ما قال الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا إخوان، أعمار أمتي بين 60 وش بعد 70، وقليل من يتجاوز ذلك. اللي يوصل 90 100 يطلعون في الجرائد، صح لهم صح، يكتبون فوقه إيش؟ معمر، صح؟ عندنا واحد قال ابن عقلة معروف كان أمير المذنب، طلعوه في التلفزيون قبل حوالي 7 9 سنين قبل لا يموت، سموه قالوا ابن عقلة وصلت 117 وش تاكل؟ قال أكل عسل حضرمي، شبابنا في عنيزة أكلوا عسل جاهم إسهال أحسبون العسل يطول العمر. طلع في الشاشة يوم الجمعة المغرب، يوم السبت مات. تدرون ليش مات؟ من يعرف؟ أصقعوه بعين. يوم طلع في الشاشة قال عمري 117، جاء واحد قال ول، يوم قال ول راح فيها. فأقول يا أخي خذ من عمرك 80 سنة، خذ 70. أنا الآن عمري قدامكم الآن 42 43، قبل كم سنة كنت عمري 8 سنين 9 سنين، كبرت. أنت مثل بكرة بتقدم عمرك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة إيش؟
دقائق وثواني. يا عبد دنياك للموت غارات، وما غزاك الصبح إلا بياتي. لو أنت بروج طوال حصينات، يشيلك اللي شل منها الزناتي. بقاك في العمر، بقاك في الدنيا دقائق وساعات، والكسب منها سيئة حسناتي. اللي مضى أشر عليها القلم فات، تدارك اللي بقى قبل المات. عطاك الله عمر استخدمه فيما يعود بك بنفع. يعني ليس بعض الناس سمع، بعض الشباب سمع، معناته نعقد أنفسنا؟ لا يا أخوي، أسألكم بالله، ما ضحكنا؟ رد، ضحكنا ولا ما ضحكنا؟ استانس يا اخوي، انبسط، اضحك. دينك يا حبيبي يقول لك اضحك وانبسط استانس، على قول اخواننا المصريين وفقهم الله كل خير. عش ايامك، عش لياليك، خلي شبابك يفرح فيك، عش وتهنى، تبقى الدنيا تصبح جنة. صح كلامهم صح، لكن اخر عبارة مي صح. اخر العبارة رقصني يا جدع، لا لا، اخر العبارة نقول صلي بي يا جدع، اعتمر بي مثل الشيخ احمد الان بيعتمر، اعتمر بي يا جدع، عيش ايامك، عيش عيش يا اخوي، انبسط استانس اضحك. والله يا اخوان زرت شبابي.